مع تعالى بس السلامة. جايز. دبل دبل كبش. قطع الاكسجين. والله ابوك طلع راقي جدا. يلا سلطان خلاص عوافي كل بعدين. يا ويلك تكلمين شباب. والله من ابوك راقي جدا. 2018 تعرف من ها 2018 أبث من 2018 أبث أول مرة يطلع بالبث. والله والله العظيم من 2018 دائما رمضان. ها حظ الحلو. شفت شلون حبك هذا السؤال؟ يا الله أحس حبني للأسف. بس شلون يعني ما اتوقع بعد البت يقول لك مش الشخص هذا ارقى شخص. اتوقع يقول لك هذا ارقى شخص انت عرفتي، صح ولا؟ اقول له بابا انت ما تعرف شكوك، ما تعرف شو مخبي. صح ولا لا؟ وشلون تعرف شو مخبي؟ ايه ايه قدام ممكن يقول بابا. لك الشخص هذا لا تضيعينه من بين يدينك. قال من توتر حتى رغد قالت باي، ما عرفت ايش قلت باي وتوترت. حبايبي الاكسجين قطع. ليه توترتي؟ عادي بديت شوف تشوفون هنا ارفع السروال. اسمعي، ها تبين اكلم ابو عبد الله يجيبك معنا بالفيلم؟ ها ها تبين اكلمه؟ جد جد امون عليه اكلم لك. اني الاول اذا اني ما كنت انت ما تكون يا اثنين يا ولا واحد. ايش تعرفين تمثلين؟ اكشن حزن كوميدي. لا انا مو كوميديه يا اخي. ما في ابوك ما يعرف مسلسلات كذا حب. عندي مسلسل بعد عندي اي مسلسل بعد فيلم 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 اي اجنبي. لا رومانسي. ايوه يعرف شنو؟ ها ايش راح اقول لك القصه ما يصير جايز. لا ما طلبة. عراقيه.